صباح الخير صبايا، انا حابه النهارده اعلمكم حاجه جديده. لو انت ما عندكيش اي امكانيات في البيت ومحتاجه تعملي ميك اب، ممكن تستخدمي من باليت واحده كل الخطوات. ممكن تعملي الكونتور، تعملي الروج جو، تحطي الروج، كلها من باليت واحده هنستخدمها، مش هستخدم اي شيء تاني غيرها. هنبتدي خطوه خطوه واوريكي هنعمل ايه. كبداية أنا هعمل كونتور من الأول، هاخد درجة فتحة دلوقتي. أنا حددت الوش كامل، عملت له كونتور من البالت ديت، وهبتدي اعمل برضو احط الاي شادو من نفس البالت. وزي ما قلت لكم ان كل الخطوات من نفس البالت. دلوقتي هحط البلاشر برضو من نفس البالت اللي انا بستخدمها. زي ما قلت لكم دلوقتي الخطوه دي انا هعمل الروج. فعشان اعمل الروج هاخد لو عندي اي كريم، برايمر، اي حاجة ان انا احاول اعمله كريمي. وبكده صبايا فكرتنا النهاردة تكون خلصت. كل الخامات اللي احنا مفروض نستخدمها انا استخدمتها كلها من باليت واحدة، الروج، الكونتور، الروجاجو. فأتمنى تكون المعلومة وصلت وتكون استفدتوا مني النهاردة.